طبعا الكل يعلم أن السلوك الاستهلاكي لجميع خاصة دول الخليج والدول العربية في شهر رمضان المبارك، طبعا هو أكثر من أنه سلوك استهلاكي فهو سلوك اجتماعي، تعودت أو تعودنا نحن كعرب في هذا الشهر المبارك أن تكون هذه الفترة من الزمن فترة عائلية وصلة رحم وضيافة، فتكثر فيها الإقبال على المواد الاستهلاكية. طبعا نحن في المملكة العربية السعودية مما لا شك فيه كان هناك في بداية السنة كساد بسيط في القوة الشرائية أو في القبول على المواد الاستهلاكية، لكن مع حلول شهر رمضان المبارك وكل من تجول أو ميدانيا في الأسواق السعودية رأى حجم العروض وحجم المزايا التي تقدمها الأسواق الكبيرة والمنافسة فيما بينهم على المنتجات الرمضانية، وهي تعتبر منتجات عادية إلا أنه يطغى على هذه المنتجات بعض المنتجات التي تستهلك في شهر رمضان المبارك.